أعزائي طلبة الصف العاشر في رياض ومدارس جامعة الزرقاء، نتابع معكم منهاج الإيم هاي الوحدة الثامنة Only a game. Only a game. طبعا زي ما احنا شايفين مكتوب لنا هون The price of success. The price of success اللي هو ثمن النجاح. Before reading، شو المطلوب منا before reading؟ بدنا نجاوب الأسئلة هذول الاثنين. Why do you think people say sport is good for teenagers and to read the reading tip. What do you think the article is about؟ طبعا انتوا هذول قبل ما يعني قبل ما تسمعوا الفيديو قبل ما تقرأوا بدك تاخذ فكرة عامة وتجاوب السؤالين الأول والثاني. الآن عنا السب تايتل اللي هو العنوان الصغير للدرس اللي هو diving with both feet. Diving with both feet معروف diving اللي هو الغوص أو الغوص بالماء، يعني الغوص بمعنى الغوص، يعني with both feet بكلتا القدمين. الفقرة الأولى نركز كويس علشان نفهم معاني، لأنه أنا وأنا بشرح الآن راح أعطيكم راح نشرح معاني الكلمات وراح نشرح أشياء أخرى خلال الدرس. Who hasn't daydreamt of holding up a trophy or receiving a medal in front of thousands of cheering fans؟ طبعا زي ما انتم شايفين this is a question بدأ ب who hasn't daydreamt، وصيغة السؤال كانت بالpresent perfect. Who hasn't daydreamt يعني من لم تراوده أحلام اليقظة. daydreamt معناها أحلام اليقظة، يعني هو هيك بفكر بعقله قاعد. of holding بحمل up holding up مع بعض تيجي okay hold up اللي هي يرفع، يعني بمعنى يرفع okay، وهي phrasal verb. a trophy trophy اللي هو يعني جائزة زي ما احنا شايفين بالصورة هيك holding up a trophy أو كأس تقدر تقول. or receiving a medal أو إنه يستلم ميدالية in front of thousands of cheering fans أمام آلاف المشجعين الذين يهتفون باسمه أو يهتفون له. the idea of becoming a sports star appeals to millions of people. The idea, مرة ثانية, the idea of becoming a sports star appeals to millions of people. إنه فكرة أن تصبح نجم رياضي تخطر على بال الملايين. But everyone knows, الكل يعلم, that only a few القليل, the talent, only a few have the talent to achieve it. إنه وكلنا يعلم إنه القليل يملك الموهبة, talent موهبة وهي noun, to achieve it لتحقيق هذا الكلام. طبعا هنا to achieve هي verb، هنا it عائدة على إيش؟ عائدة على becoming a sports star. إذن it refers to becoming a sports star. So when someone does manage to do it, هنا does جاءت للتأكيد و someone مفرد عشان هيك جمعها does. when someone does manage to do it يعني لما 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 لما
وحدا معين أو شخص معين يستطيع أن يحقق هذا الكلام. دويت هنا أيضا إت عائدة على نفس الشيء، عائدة على becoming a sports star. يعني when someone does manage to become a sports star، هيك الجملة. When someone does manage to become a sports star, they win. They win the admiration. Admiration noun مأخوذة من admire اللي هي الverb admire ومعناها إعجاب. They win يفوزون بإعجاب. All of all sports fans بإعجاب جميع محبي الرياضة. However, as Olympic diver وكغطاس أولمبي, Thomas Daly discovered there are two sides of sporting success. اكتشف توماس ديلي الشخص اللي موجود في الصورة اللي شايفينه بالصورة اللي بيرفع الميدالية هذا إنه هناك جانبين للنجاح الرياضي. هناك جانبين للنجاح الرياضي. نشوف شو اكتشف توماس ديلي في جوانب النجاح الرياضي. نكمل بالفقرة بي. توماس ديلي started diving at the age of 7. توماس ديلي started diving at the age of 7. بدأ الغطس في سن السابعة. And from the beginning, ومن البداية شو عمل؟ It was clear, كان من الواضح, that he was going to be a diving prodigy. A diving prodigy. من البداية بيّن إنه هذا الإنسان راح يكون عنده موهبة مولودة معاه. يعني prodigy يعني it's a talent that is born with someone. يعني prodigy معناها موهبة مولودة مع الشخص. أوكي؟ وهاي كلمة طبعا سبق ومرت معنا في دروس سابقة. إذن prodigy, prodigy هي عبارة عن noun وهي عبارة عن موهبة تولد مع هذا الإنسان. يعني he also had the quality that turns talented people into winners. وكان يمتلك quality الصفة التي تحول الموهوبين إلى فائزين. موهوبين talented صفة into winners إلى فائزين. وهي الصفة شو هي؟ هاي الصفة اللي هي determination. Determination. Determination اللي معناها الإصرار. الإصرار. العزم أو الإصرار. When he was, طبعا determination noun. Determination noun من determine. مأخوذة من determine. Determine. Okay. Now. When he was 8. He drew a picture of himself diving into a swimming pool with the words Olympic champion. رسم لحاله صورة لما كان صغير لما كان عمره 8 سنوات وكتب تحتيها Olympic champion بطل أولمبي. Written underneath معناها تحت الصورة. يعني زي هون مثلا يكتب زي هون هيك هون underneath. This is underneath the picture. Olympic champion. Underneath. And he then set about working hard. مش بس رسم الصورة وكتب تحتيها Olympic champion. لا. كمان انه بدأ يعمل بجد to make his dream come true. حتى يتحقق حلمه. By the time he was 10, لما أصبح بالعاشرة, he had become زائد تصريف ثالث. Okay, وهي past perfect. He had become the youngest ever under 18 diving champion. أصبح أصغر بطل على الإطلاق تحت سن 18 في الغوص. أصبح أصغر بطل
تحت سن ال 18 في الغوص. طبعا بطل غوص of Britain، بطل بريطانيا للغوص. And he won every championship، وفاز بكل البطولات. Championship، champion، sorry competition. And he won every competition، كل منافسة. هذا competition منافسة، وهي noun ومأخوذ من word compete اللي هي الفعل. That he entered as a result، وكنتيجة لذلك. كنتيجة لإيش؟ نتيجة أنه أصبح أصغر بطل أولمبي لبريطانيا تحت سن العشرة، كان عمره 10 سنوات. وكنتيجة أنه أيضا فاز بكل المسابقات اللي خاضها. هاي نتيجتها شو؟ as a result of this amazing winning streak، يعني الفوز المتعاقب. His coach actually winning streak، يعني عدة بطولات وراء بعض يعني متتاليات. His coach actually sent him to compete against older boys، وده عشان يتنافس مع شباب أو مع أبطال أكبر منه، okay، in Europe، في بريطانيا. So he could experience losing. ليش وده طبعا؟ Why did he send him? He sent him so، هذا الجواب، so he could experience losing، حتى يختبر الخسارة، حتى يذوق طعم الخسارة. Experience، حتى يذوق طعم الخسارة. However، ولكن the plan backfired، الخطة ما زبطت مع المدرب. Backfired يعني ارتدت، يعني اجت جابت نتيجة عكسية. And Thomas stood on the winner's podium، وأيضا نفس الشيء، ثوماس فاز، وقف على منصة التتويج. At the end، طبعا podium اللي هي منصة التتويج. At the end of all the competitions، بعد نهاية كل المسابقات، he competed in such an excellent record was soon noticed، يعني هذا السجل العظيم للمباريات تمت ملاحظته by مين اللي لاحظه؟ by the British Olympic team، من قبل ال 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 الفريق الأولمبي البريطاني. and وفي عام 2003